الرئيس السيسي يشيد ببسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب. وزير الأوقاف يعلن تخصيص 50 مليون جنيه من صندوق البر للمساهمة في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات. وزيرة الصحة توجه الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على تضامنها مع الشعب المصري. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات. وقال الرئيس السيسي في تدوينته على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك: تابعت بكل فخر وإعزاز ما قام به رجال وزارة الداخلية من عمل بطولي يؤكد بسالة رجال الشرطة في مواجهة الإرهاب وقدرة الدولة المصرية على حفظ أمن وسلامة الوطن والمواطنين رغم كل التحديات. وأتقدم بخالص التعازي لأسرة شهيد الواجب المقدم البطل محمد الحوفي، كما أتمنى الشفاء لمصاب الشرطة البواسل. أجرت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي اتصالا هاتفيا بوالدة الشهيد محمد الحوفي وفاء مهني الذي لقي ربه بطلا من أجل مصر وأمنها. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أجريت اتصالا هاتفيا بالسيدة المصرية العظيمة وفاء مهني والدة ابن مصر البطل الشهيد محمد الحوفي الذي لقي ربه بطلا من أجل مصر وأمنها. وقد أكدت أثناء المكالمة مع والدة البطل الشهيد أننا نفتخر بنجلها ونفتخر بكل شهدائنا الأبرار الذين يقدمون التضحيات ويحاربون الإرهاب الغاشم بكل شرف وبطولة، وكم كان فخري عظيما بهذا النموذج الرائع للمرأة المصرية القوية القادرة على الصمود. رحم الله البطل الشهيد وكل شهداء مصر الأبطال من جيشها الباسل وشرطتها العظيمة. قرر وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه أخرى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر أيضا لحساب وزارة الصحة للمساهمة في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات في إطار جهود الدولة المصرية العظيمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصها على احتواء أثاره من خلال سائر الإجراءات الاحترازية والوقائية والعلاجية التي تقدمها مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها بالطبع وزارة الصحة المصرية. أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد صباح اليوم عن استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية والكواشف لفيروس كورونا المستجد هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على هديتها لمصر مؤكدة على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس. وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي جميعهم مصريين ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى أمس. وأضافت الوزارة في بيانها أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية لسلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 751 حالة من ضمنهم 553 متعافيا، كما تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ووفاة 5 حالات.